بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم العوامل اللي بتأثر على الكوليكشن افشنسي، ومن ضمن العوامل المهمة جدا هو ما يسمى بالايرو دايناميك. الايرو دايناميك دايمتر عندنا من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على الالتقاط بتاع الجسيمات. لو احنا عندنا بنقسم الدايمترز عندنا الى نوعين، اللي هو الفيزيكال دايمتر وده الاكشوال دايمتر، الشكل الحقيقي. ممكن يكون شكل حقيقي وممكن يكون اسفيريكال اور نيرلي اسفيريكال. يعني يكون شكل حقيقي، ممكن يكون شكل قروي او شكل قريب انه يكون قروي. فاحنا بنقول الايرو دايناميك دايمترز دي المفروض اتحطت عشان نقدر نشتغل النظريه بتاعتنا ونقدر نحسب كميه البارتيكوليت ماترز او نحسب الكوليكشن افشنسي. The diameter of a spherical particle with density of 1 gram per cubic meter or cubic centimeters that behaves aerodynamically in the same manner as actual particles. احنا بنفترض انه عندنا الشكل اللي هنشتغل عليه في المودلز بتاعتنا ان هو spherical. The actual particle and spherical particle with density 1 gram لكل سنتيمتر مكعب have the same momentum and drag characteristic. بنفترض انه الشكل اللي هو هيكون حقيقي هيكون قريب جدا من اللي احنا افترضناه اللي هو spherical particles. They have the same terminal settling velocity which an aerodynamic property. بنفترض ان هما ليهم نفس terminal velocity. يبقى terminal settling velocity result from a simple force balance between the force of gravity and resisting drag force. وبالتالي الايروديناميك دايمتر بنقدر نحسبه من هذه المعادله الدي اي بي اللي هي الايروديناميك اوف بارتكل ان ملي متر، عباره عن الدي بي اللي هو الشكل الفيزيكال دايمتر اوف بارتكل ان ملي متر، والرو بي الدنسي اوف بارتكل ان جرام لكل سنتيمتر مكعب، والسي داش اللي هو تشانينغهام كوركشن فاكتور او كوركشن فاكتور اللي بنستخدمه في حساب اللي هو الايروديناميك دايمترز، وده العامل اللي بنحسب عليه السنترفيوجال فورس في هذا الجهاز. يبقى الكوركشن فاكتورز بيعطى بهذه المعادله، وطبعا ده نتيجه دراسات سي داش بتساوي 1 بلس 2 لامدا على الدي بي multiplied by 1.257 plus 0.4 exponential 0.55 dB على لندا، حيث لندا اللي احنا بنسميه mean free pass of the gas in متر، وده بيحسب من المعادله اللي موجوده قدامنا دي اللي هي ميو على 0.499 رو جي multiplied by 8 RT على باي ام في دبليو، حيث الدي بي دايمترز اوف بارتكل ان متر، الميو زي ما قلنا الجاز فيزيكوستي نيوتن سكند لكل متر سكوير اور كيلو جرام على كل متر بير سكند، الام دبليو المين مولوكيولار ويت اوف ذا جاز اللي هو الوزن الجزيئي الغاز عندنا، الرو جي الجاز دنستي، والار اليونيفرسال جاز كونستنت اللي هو 8314 جول لكل كيلو جرام مول لكل كلفن، والتمبريتشر عباره عن الجاز تمبريتشر بتاعتنا ان كلفن. وبعوض هنا بقدر احسب السي اللي هو الكوركشن فاكتور، وبعدين بعوض في المعادله بقدر اجيب الايروديناميك دايمتر. For air standard temperatures and pressure a good approximation of C داش اللي هو بالنسبه لو انا عندي هواء في الستاندرد كونديشنز بلاقي ان السي داش بتساوي 1 زائد 16 من 100 على الدي بي، والمين فري باس عند اذرز كونديشنز كان بي كالكوليتد من المعادله اللي موجوده قدامنا، وبنقدر اننا نقدر نعوض ونقدر نطلع الدايمترز اللي موجود عندنا بتاع الهيدرو الايروديناميك دايمترز اللي احنا بنستخدمه في عمليه حسابات السنترفيوجال فورس، وبالتالي حسابات الكوليكشن ميكانيزم اللي بنتبعه. وهذا هو تقريبا معظم العوامل الخاصة بالسايكلون. احنا شفنا في السايكلون فكرة عمله، شفنا الكوليكشن افشنسي بتاعه، شفنا مزاياه
وشفنا العيوب بتاعته. إن شاء الله هنستكمل في المحاضرة القادمة باقي الأجهزة الخاصة بعملية فصل البارتيكوليت ماترز من الغازات اللي موجودة عندنا أو البارتيكوليت ماترز تسبب تلوث البيئة. نستكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله.